لمناقشة قرار رفع حظر بيع وشراء الأسلحة عن إيران ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب الصحفي نوري حمزة. أستاذ نوري، مرحبا بكم. يعني كما استمعت إلى التقرير، بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي وبدءا من اليوم الأحد يرفع عن إيران حظر بيع وشراء الأسلحة، كيف قرأتم ذلك سيد نوري؟ السلام عليكم. بداية، من وجهة نظر مجلس الأمن كما أشرتم في تقريركم سيرفع هذا الحظر، ولكن من وجهة نظر الإدارة الأمريكية هناك سترجع آلية الزناد فيما يتعلق بتعاملها مع إيران، أي بمعنى إيران الولايات المتحدة سوف تستخدم قواها بمفردها، قدرتها الدبلوماسية والسياسية، وتفرض عقوبات على كل من يتعامل في هذا الموضوع، أي تصدير بيع السلاح إلى إيران والتسويق لها، أو يتعامل في يشارك بنوعا ما بالخلال العملية تبادل الأموال فيما يتعلق بهذه المعاملات المزعومة لم تحدث بعد. طيب، هذا ما يحدث، هذا من وجهة نظر أمريكي الولايات المتحدة. وسوف يتحدث الرئيس ترامب خلال الأيام القادمة تمهيدا، يعلن التمهيدات والآليات لمعاقبة كل دولة وشخص وكيان يتعامل مع النظام الإيراني. ومن وجهة نظر طهران كما أشرتم، إيران اليوم فيها في إدارة روحاني، حكومة روحاني، هناك عرس سياسي يتكلمون ويتحدثون عن انتصار على الولايات المتحدة على مستوى الدبلوماسي وفي إدارة مجلس الأمن و تصدير السلاح وإلى آخره وشراء السلاح وغيرها. بينما أذا نظرنا للموضوع أن هناك إيران أي سلاح تريد تصدر وأي سلاح تريد تستورد. طيب، من خلال عملية التصدير، إيران لا لديها شيء للتصدير، لا سلاح يذكر من في تاريخها، لم تصدر سلاح ولم تصنع سلاح لحد الآن، إلا أن بعض الصواريخ التي هي هذه الصواريخ تم تحويرها. طيب، هي صواريخ إما روسية إما صينية إما كوريا الشمالية، وتم تحويرها إيرانيا، واليوم عليها ماركة إيران أو ماركة حراس الثوري. أستاذ نوري، طرحت عدة قضايا، ولكن دعني أتوقف عن مسألة في غاية الأهمية. يعني كما تفضلتم وكما ورد في الأخبار، الخارجية الأمريكية هددت بفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم في مساعدة إيران في عملية بيع أو شراء الأسلحة وحتى نقلها. ما هي خيارات طهران المتاحة إذا للإفلات من قبضة العقوبات الأمريكية؟ حتى اليوم إيران لو كان لديها طرق للتعامل مع هذه القضية لاستطاعت أن تنقذ اقتصادها المنهار اليوم. لا يوجد طريق لطهران كي تنقذ نفسها في المستقبل وبين قوسين أصدقائها الذين قد يتعاملون معها في هذه العملية، بينما مسبقا الولايات المتحدة حددت بالموضوع هذا، ولا نرى هناك من يتعامل مع طهران إلا روسيا والصين، وهناك شرطان أساسيان لدى شروط أساسية لدى كلا الدولتين في التعامل مع إيران. أولا، الصين في خلال آخر لقاء وزير الخارجية الإيراني في زيارته لبكين جواد ظريف، الطرف الصيني صرح له بالحرف الواحد أن هناك شرط أساسي لدى بكين، وهو أن يحضر المفاوضات بيع السلاح إلى إيران كل من الجانب السعودي، إرضاء الجانب المملكة العربية السعودية وإسرائيل. وهذا ما يبدو أن العملية فشلت مسبقا، إلا أن إيران تغير من سياساتها في المنطقة بمعناها الآخر. والطرف الآخر الروسي، إيران تطلب من روسيا أن تبيع عليها سلاح استراتيجي، أي طائرات المقاتلات سوخو 35 والبطاريات S-400، وهذا S-400 قبلها يعني بدأت عليها شيء من المفاوضات لحد الآن، وقال تحدث قبل أيام سفير روسيا لدى طهران، قال هناك الباب مفتوح للمفاوضات حول هذا المفتوح، شريطة أن إيران أن تدفع الأموال مسبقا، أموال هذا السلاح. زايد أن نذكر أنه
قضية إيران استلمت S-300 قبل فترات طويلة، ولكن ذاك كان استلامها للS-300 كان بمجوز من مجلس الأمن. اليوم خرجت العملية بإمكانها تشتري، لكن من جهة أخرى أيضا روسيا هناك عليها ضغط من قبل إسرائيل وعليها ضغط من قبل المملكة العربية السعودية ودول أخرى في تعاملها فيما يتعلق ببيع السلاح الاستراتيجي لإيران. فهنا العملية معقدة أيضا مع كلا الدولتين، أي الصين وروسيا وإيران. طيب، مكبلة لحد كبير. أستاذ نوري، تعتقد أن موضوع يعني رفع الأسلحة عن النظام الإيراني يشكل فرصة سانحة لإيران لكي تواصل دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة بحسب ما صرحت به وزارة الخارجية الأمريكية، هل بإمكانها فعل ذلك الآن؟ هذا ما أردت أصل عليه سابقا. نعم. إيران فيما يتعلق بتصدير السلاح، أنا أشرت لا لديها شيء للتصدير، ولكن بعض الأشياء التي يتم تحويرها وتصبح يعني بين قوسين سلاح إيراني ربما يتم تصديرها إلى كيانات عديدة في المنطقة، منها الميليشيات العراقية، نظام بشار الأسد وميليشيا الحوثي، تلك هاي الجهات الثلاثة، وهكذا حزب الله اللبناني. هذه الجهات هي اللي تستلم بعض السلاح هذا الإيراني، قد يستخدمونه فيما يتعلق بعملياتهم داخل هذه البلدان، أي العراق، سوريا، لبنان واليمن. نعم. هذه الجهات التي ممكن أن تتعامل مع إيران، وإلا دول أخرى أساسا لا يفيدها هذا السلاح الإيراني، ولا إذا كان بإمكانها في الأسواق تستخدم وتشتري سلاح أفضل من هذا، لماذا تذهب كي ترجع تحت طائلة العقوبات الأمريكية؟ فلا يتعامل معها من جهة أخرى. طيب، من جهة أخرى نقطة واحدة، أن إيران لا لديها الأموال الكافية اليوم، لا لديها الأموال الكافية اليوم لشراء سلاح متطور واستراتيجي وإلى آخره، وهكذا تريد أن تضع العراق تحت ديون كبيرة عبر بيع هذه البضاعة كما باعت عليه بضاعات سابقة على مستوى المحصولات الزراعية والمحاصيل الأخرى والسيارات وأشياء أخرى تسرت. طيب، الأسواق العراقية، فتريد أن تأخذ من أموال العراق ربما يعني من ضمن هذه عملية تصدير ما بين قوسين السلاح الإيراني، وتضع العراق تحت ديون جديدة لها وخلال تعاملها مع قواتها اللي تحكم العراق اليوم. طيب أستاذ نوري، هل يمكن أن نربط سقف العقوبات الزمني بسقف الزمن الانتخابات الأمريكية؟ هل هناك رابط أو يعني شيء ما بين هذين الزمنين، زمن رفع العقوبات الأمريكية وأيضا الانتخابات الأمريكية؟ فيما يتعلق بالموضوع هذا أمل إيراني كبير، الأمل في لدى الحكومة الإيرانية ولدى شخص خامنئي هذا الشيء، أنه الانتخابات القادمة الأمريكية يفشل بها ترامب ويجي بايدن وتفتح الأمور بشكل وآخر وترفع بعض العقوبات من طهران، وكما تعرفون بعد فترة قليلة هي في نوفمبر يعني ستكون الانتخابات والنتائج تعلن، لكن هذا يحدث، نحن لا نعرف، ننتظر نوفمبر والأشهر القادمة تبين هذا الموضوع. عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب الصحفي نوري حمزة، شكرا جزيلا لكم.